طيب نروح بقى مع حضراتكم على موضوع مختلف تماما. مبروك لفريق سباحة الأهلي تحت 11 سنة ناشئين وناشئات اللي توج ببطولة منطقة القاهرة اللي أقيمت في حمام سباحة استاد القاهرة الدولي. ده حصل بعد منافسة قوية جدا بين جميع الفرق، وكمان فاز زياد جمال عشري لاعب فريق سباحة النادي الأهلي بجائزتي أحسن سباح بمجموع 4531 نقطة، وكمان أحسن رقم في منافسات 50 متر فراشة بمجموع نقاط 490 نقطة. على صعيد آخر فازت صوفيا أحمد شريف لاعبة الفريق بجائزة أحسن سباحة بمجموع 2428 نقطة، وأحسن رقم في منافسات 200 متر حرة بمجموع نقاط 522 نقطة. كالعادة سباحي وسباحات النادي الأهلي مولعين الدنيا.